يعني متابعيه لا ما يستحق، لن يرضى الجميع ولن يرضى الجميع، يعني الجميع سيقول انه متسابق هو الوحيد هذا هو المركز الاول. لكن السؤال الاعظم اللي بوجه لك عبد الله، ممكن اتوقع من فتره ليست بسيطه كنا نتشارك بعض البرامج السابقه، كاريزما وش فرق عن غيره؟ كاريزما نسخه فخمه، نسخه امتلأت بالنجوم امانه، 26 متسابق فخمين بما تعنيه الكلمة، تحتار ما تدري من المميز فيهم، والدليل إن كل برايم ما تبي أحد يطلع، كل واحد يطلع خسارة على البرنامج، لكن من قوة زملائهم الآخرين رفعوا رتم البرنامج. لما طلع شخبوط وهو قوي، البعض الجمهور بعض الناس يعتقدون رتم البرنامج بينزل، لقينا رتم البرنامج جالس يطلع. صحيح. طلع عبد المجيد، بعض عبد المجيد مؤثر، شخبوط مؤثر، ومع ذلك رتم البرنامج جالس يطلع، والدليل تفاعل في تويتر، نصل إلى 85,000 تغريدة، نصل البث المباشر إلى أرقام عالية، نصل إلى التيك توك في الانستغرام في إلى آخره، أرقام جالسة تتصاعد، فإنما يدل على قوة البرنامج. أمانة كاريزما من وجهة نظري جماهيريا ولها قصور في النسخ الماضية في أي برنامج، السوق هي اللبنة الأولى نقول، وما يلامون، وجماهيرتها كانت كبيرة، لكن كاريزما فرق، والدليل أنه فرق نوعية. ليش؟ لأنه بدايتنا مثلا لغة الأرقام السوشيال ميديا كنا 15 مليون في اليوتيوب بعد القناة الجديدة في اليوتيوب، الآن تقريبا 60 مليون، وصلنا أعتقد 70 مليون. الله لا يسلم العدل. طيب روعة والله مدير ما يخاف أبو عبد الإله، أنا ما أخاف، بس وصلنا 60 مليون في لا أعلم 60 مليون أعلم 60 مليون. السؤال الأعظم